بسم الله الرحمن الرحيم. ألقاكم في الدرس الأول من الوحدة الثانية، الإعراب والبناء وأنواعهما. الكلمات العربية الأسماء والأفعال والحروف إما أن تكون مبنية لا يتغير شكل آخرها بتغير موقعها من الجملة، أو تكون معربة. والحقيقة أن المعربة تحتاج إلى كد في الذهن لمعرفة الموقع الإعرابي، أما المبنية فهي مريحة جميلة عند الحديث، لا أتعب في البحث عن الموقع الإعرابي لأن شكلها واحد لا يتغير. دعونا نعرف ما معنى الإعراب وما معنى البناء. الإعراب لغة البيان والتغيير والتحسين، أما اصطلاحا في هذا الموضوع فهو تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها. لاحظ معي هذا المثال، أقول جاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد. هذه صورة وأنموذج لبعض الكلمات التي تتغير أو يتغير آخرها بتغير موقعها من الجملة. محمد جاءت هنا فاعل فأخذت حركة الرفع، وجاءت هنا مفعول به فأخذت حركة النصب، وجاءت هنا مجرورة بحرف الجر فأخذت حركة الكسر. هذه كلمة معربة لأن آخرها يتغير بتغير موقعها من الجملة. ما أنواع الإعراب؟ الإعراب إما أن يكون بالرفع أو النصب، وهذا يحدث في الأسماء والأفعال. الأسماء تكون منصوبة وتكون مرفوعة، الأفعال تكون منصوبة وتكون مرفوعة. أما الجر فالجر خاص بالأسماء، والجزم فقط في الأفعال. ولعلك تلاحظ أن الحروف لا وجود لها هنا، والسبب في ذلك كما ذكرنا في الدرس الماضي هو أن الحروف كلها مبنية، وحديثنا هنا فقط عن الإعراب. نأخذ بعض الأمثلة، كيف يرفع أو أمثلة على رفع الفعل ونصب الفعل وجزم الفعل ورفع الاسم ونصب الاسم وجر الاسم. رفع الاسم، قول الله تعالى الله نور السماوات والأرض. الاسم هنا هو لفظ الجلالة وحركته هي الرفع، هذا مثال. أيضا نور اسم وحركته أيضا رفع. طيب الفعل، كيف يرفع الفعل؟ يضرب الله الأمثال. الفعل في هذه الجملة هو يضرب، ولعلك تلاحظ حركة الرفع. كيف يجر الاسم؟ إذا جاء نصر الله، نصر الله. إذا لفظ الجلالة هنا مجرور بالإضافة. جزم الفعل، قول الله تعالى لم يلد، ولاحظ هنا الفعل لما رفع أنه لم يسبق بناصب أو جازم، لكن لما جزم هنا سبق بجازم. حرف الجزم لم، جاء الفعل المضارع بعده مجزوم، أيضا هنا لم يلد. نصب الفعل، كيف ينصب الفعل؟ ويريد الله أن يتوب، سبق بناصب ثم جاء الفعل المضارع منصوب علامة نصبه الفتحة. نصب الاسم، الله نزل أحسن الحديث، لاحظ معي كلمة أحسن منصوبة وعلامة نصبها الفتحة لأنها في موقع مفعول به. إذن هذه أمثلة وشواهد على الحالات التي ترد، حالات الإعرابية للكلمات العربية سواء كانت أسماء أو أفعال. أما الحروف كما قلنا فهي مبنية لا ترد عليها حالات الإعراب. تنبه، هناك فرق بين الحالة العربية والعلامة العربية، هذا مهم. الحالة العربية رفع ونصب، إذن رفع يسمونها حالة، ونصب وجر وجزم، هذه حالات. العلامات لكل حالة علامة أصلية وعلامات فرعية، فالرفع يرفع الأصل بالضمة، والنصب بالفتحة، والجر بالكسرة، والجزم بالسكون. إذن هذه حالات وهذه علامات على هذه الحالات، يخلط كثير من الدارسين بين الحالة والعلامة. هذا هو الإعراب، مفهوم الإعراب بشكل موجز. أما البناء فلغة البناء هو وضع شيء على شيء على صفة يراد بها الثبوت، مبني، ومنه بناء المنازل والدور. اصطلاحا هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة مهما اختلفت العوامل الداخلة عليها. الكلمة هذه شكلها واحد في بداية الكلام، في وسطه، في آخره. أنواع البناء، إما أن تبنى الكلمة على الضم، ويحدث هذا في الاسم والحرف،
فقط الاسم يبنى على الضم والحرف يبنى على الضم. يعني هناك من الأسماء ما يبنى على الضم أعني، وهناك من الحروف ما يبنى على الضم. أما الفتح فخاص بالأسماء والأفعال بناء على الفتح. البناء على الكسر يأتي في الأسماء والحروف. البناء على السكون يأتي في الاسم والفعل والحرف. لاحظ معي أن الاسم والفعل والحرف. الاسم يبنى على جميع علامات البناء. الفعل فقط يبنى على سكون وفتح. الحرف فقط ثلاثة، يبنى على ضم وكسر وسكون. هذا الشكل مهم وستجده في الملف الموفق. نأتي على بعض الأمثلة. بناء الاسم على الضم، أقول نحن مجتهدون. نحن هذه ضمير مبني على الضم، يأتي في أي مكان من الجملة، حركة النون واحدة لا تتغير. مبني على الفتح، أنت مجتهد، هذا الضمير يأتي دائما مبني، أنت المخاطب يأتي دائما مبني على الفتح. البناء على الكسر، أنت مجتهدة، مع أنه هي كلها مبتدأ مرفوع إلا أنها مبنية، إذن هنا أنت دائما ضمير المخاطبة يأتي مكسور. السكون يأتي في اسم الشرط، من يجتهد يفوز، من يجتهد يفوز. هذه أمثلة على أسماء مبنية على جميع أنواع البناء، على ضم وعلى فتح وعلى كسر وعلى سكون، كما قلت هذه أمثلة ونماذج. أما بناء الفعل، فالفعل يبنى على الفتح وعلى السكون فقط. بناءه على الفتح هذا بناء أصلي، بناء هو الأصل، لكن قد يبنى على علامات أخرى أو على 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 علامات أخرى لأسباب وعلل. فتح الله علينا، مبني كلمة فتح مبنية على الفتح، الفعل الماضي فيه الأصل أن يبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء، كما أن الفعل فعل الأمر الأصل فيه أن يبنى على السكون. إذا أنواع البناء في الفعل، قد يبنى الفعل أصلا على فتح أو يبنى على سكون. الفعل الماضي مبني على الفتح وفعل الأمر مبني على السكون. أما بناء الحرف، فالحرف كما قلنا يبنى على ضم وكسر وسكون، مثل ما لقيته منذ يومين، هذا حرف بني على فتح. أما الكسر فقول الله تعالى لله عاقبة الأمور. لله هنا حرف جر وهو اللام، دائما لام الجر مكسورة مبنية على الكسر دائما. السكون قد أفلح، لاحظ معي أن قد هذه حرف التحقيق مبنية على السكون دائما. هذه أمثلة ونماذج على البناء. أخذنا درس البناء والإعراب، نلقاكم في الحلقة الثانية من الوحدة الثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.